جانوا سامدوريا الدور الايطالي سيري اي الجوله 17 من شأنها كانت مباراه كانت شيقه اهداف يعني رغم ان وين نقولوا باللي وين حاول سامدوريا جانوا وين حاول العوده لكن بدون جدوى وين كان منهزم بثلاث اهداف لصفر بعد ما ماتيا وين سجل الهدف الشارف في الدقيقه 78 من شأنها مانولو الذي سجل الهدف الاول في الدقيقه السابعه من الشوط الاول وين انتهى الشوط الاول بهدف لصفر. الشوط الثاني فرانسيسكو الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 50 في الشوط الثاني، مانولو الذي عاد وسجل الهدف الثالث والثاني له شخصيا لناديه سامدوريا في الدقيقة 67، ماتيا وين سجل هدف لصالح جانوا في الدقيقة 78 هدف شارب يعني وين كانت مباراة شيقة مباراة اللي شاهدنا كيفاش جانوا رغم أنه كان مستحوذ على الكرة 52% نسبة استحواذ سامدوريا 48% يعني مباراة كانت متكافئة 282 تمريرة سامدوريا جانوا 331 شان أندريا المدرب تاع جانوا اللي دخل بخطة 3-5-2 شان روبرتو وين دخل بخطة سامدوريا وين دخل بخطة 4-4-2 يعني نقولوا بلي كيما الخطة لكن تتغير بخطة التغيير المنافس للخطة تاعو شان شان كيفاش أندريا في الدفاع تاع جانوا شان كيفاش دومينيكو شان أندريا شان باولو ستيفانو يعني جونيور شان ميلان شان كاليب شنا البانديف يعني دخول يوهان من جانب الجانوا شنا مانويل شنا كيفاش يحيى كالون شنا ماتيا مسجل الهدف اللي دخل في الدقيقة 57 سجل الهدف الشارف لصالح جانوا في الدقيقة 78 شنا إيمال أودريو الحارس اللي لعب دور كبير في الشوط الأول وين شنا كيفاش توماس في الدفاع مايا يعني شنا عمر كولي مورتين شنا أنطونيو شنا أندريا ألبان شنا فرانسيسكو مانول يعني مسجل هدفين يعني وين خرج في الدقيقة 68 يعني كانت بعد تسجيل الهدف في الدقيقة 67 خرج مباشرة في الدقيقة 68 يعني وين كانت مباراة نقولوا باللي تلعبت على جزيئات صغار يعني تفاصيل صغيرة في هذه المباراة شان دخول جوليان شان دخول راديو شان فيرار شان كريستوفر يعني اللي دخلوا وعطاو دفعة للنادي تاعهم سامدوريا في هذه المباراة اللي كانت شيقة. هذه هي الجولة 17 جانوا هدف سامدوريا ثلاث أهداف الدور الإيطالي سيري أي.